السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اس كروشيه. أنا إسراء عثمان، والنهاردة إن شاء الله هنعمل الشال اللي طلبتوه مني كتير، حتى هكرره بنفس الألوان بإذن الله. هشتغل بخيط سكريم إليزا سكريم، واللون السكري هو فتلة مختلفة، لكن تقريبا هتبقى إيه، هشتغلها فتلتين فهتبقى نفس السمك، عشان انا ما لقيتش سكريم لون سكري. هشتغل معاها بإبرة 3.75، ليه 4 الا ربع، وينفع كمان انت تشتغليها ب3.5، هتكون كويسة جدا. ويلا بينا نبتدي على طول بإذن الله. قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمقدار الخيط او كمية الخيط اللي هستخدمها هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي، هتكون مكتوبة وكمان هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. بسم الله نبتدي الشغل بتاعنا. اول حاجة بشتغل دايرة سحرية، انتوا عارفين ان انا بحب اعمل الدايرة السحرية بالشكل ده كده، بمسك بس الخيط كده يعني بعمله اكس كده، وبدخل جوه وبقفل على الدايرة بتاعتي بغرزة، وهرتفع فوقيها 2 سلسلة. هيبقى كده معايا اول 3 سلسلة، ودول هعتبرهم اول عمود معايا. بعد كده هاخد خيط وهدخل في الدايرة وهشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، اشتغلت 3 عمود بلفة جنب الارتفاع، يعني بقى معايا 4 عمود. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهدخل تاني في الدايرة وهشتغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4، بالشكل ده بقى معايا 4 عمود، 3 سلسلة 4 عمود. ودلوقتي هسحب الخيط بتاعي الطرف القصير ده عشان اقفل الدايرة، بالشكل ده. ودلوقتي هرتفع 3 سلسلة وبرضو بحسبهم اول عمود، وبقلب الشغل بتاعي، بدخل في اول غرزة عندي اللي هي دي، واضحة اول غرزة معايا دي، بس طبعا باخد الخيط عشان اداريه جوه، وهشتغل فيها 2 عمود بلفة. ادي 1، وفي نفس المكان كمان 1، مع الارتفاع يبقى 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع ب1 سلسلة وهسيب غرزة، هسيب غرزة وهروح للي بعدها وهشتغل عمود بلف، هرتفع سلسلة وهاخد خيط، هسيب غرزة وهبقى قدامي الفراغ بتاع 3 سلسلة، هدخل فيه وهشتغل 2 عمود بلف. ادي عمود، وفي نفس المكان كمان عمود، بقى معايا 2 عمود بلفة جوه الفراغ بتاع السلاسل، هرتفع 3 سلسلة وده ثابت معايا في كل الأدوار. بعد كده هدخل تاني في نفس الفراغ وهشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1، وفي نفس المكان كمان 1، بقى معايا في الفراغ بتاع السلسلة 2 عمود، 3 سلسلة 2 عمود. بعد كده هرتفع سلسلة وهاخد خيط، هسيب غرزة مقابل للسلسلة اللي انا ارتفعتها، وهروح للي بعدها اشتغل عمود بلف، هرتفع سلسلة وهسيب غرزة مقابلة للسلسلة، وهوصل لـ3 سلسلة الارتفاع، هدخل فيها وهشتغل فيها 3 عمود. ادي 1
في نفس المكان اللي هو راس السلسلة بتاعة الارتفاع رقم 3 ادي 2، وفي نفس المكان 3. نبص كده الشكل معايا بقى ازاي. ده شكلها. يبقى انا عملت ايه؟ 3 عمود سلسلة، عمود سلسلة في الفراغ، 2 عمود 3 سلسلة، 2 عمود، وبعدين كررت الجنب ده زي ده. يبقى ببتدي ب3 عمود وبنتهي ب3 عمود. نكمل. هنكمل، هرتفع ب3 سلسلة وده ثابت معايا في كل الأدوار. هقلب الشغل بتاعي في السطر ده، هشتغل في الأولى برضو 2 عمود بلفة وده ثابت في كله. يبقى كده معايا في الأولى 3. السطر اللي تحت كنا بنعمل سلسلة، السطر ده هيبقى سطر مقفول. يعني ايه سطر مقفول؟ يعني هشتغل عمود على كل غرزة بالطريقة دي. ادي الغرزة ادخل فيها واشتغل عمود، الغرزة اللي بعدها هدخل فيها واشتغل عمود. بعد كده عند الفراغ بتاع السلسلة هدخل في الفراغ ده وهشتغل عمود. هاجي على الغرزة بتاعة العمود، هدخل في راس العمود واشتغل عمود. بعد كده الفراغ بتاع السلسلة هدخل فيه وهشتغل عمود. بعد كده عندي ادي العمود الاول، هدخل في راسه واشتغل عمود. العمود التاني هدخل في راسه واشتغل عمود. هوصل للفراغ بتاع الثلاثة سلسلة وده هعمل فيه الوحدة بتاعتي اللي هي مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود. ادي عمود 2 سلسلة 2 3، بعد كده عمود 2، دول اسمهم وحدة الزاوية او مجموعة الزاوية. بعد كده هلاقي عندي عمود هدخل في راسه وهشتغل فوقيه عمود، اللي بعده هدخل في راسه وهشتغل فيه عمود، السلسلة هدخل في الفراغ وهشتغل عمود، بعد كده عمود هدخل في راسه وهشتغل عمود، السلسلة هدخل في الفراغ وهشتغل عمود. عندي دول آخر 3 عمود. هدخل على العمود الأول واشتغل عمود، العمود الثاني، في كل عمود بدخل في راسه بشتغل عمود، وباجي الارتفاع بتاع الثلاثة سلسلة بدخل في رقم 3 اللي هي آخر واحدة من فوق. لو صعب ان احنا نخش في اخر واحدة من فوق، نخش بين العمودين ونشتغل العمود التالت. بس هيبقى عندي فراغ كده بسيط. لو انت مش حباه فممكن تدخلي في راس الغرزة نفسها وده هيكون افضل، بس احيانا بتبقى ضيقة فمش بنعرف ندخل فيها. مش مشكلة، خلينا فين؟ في الفراغ. هشتغل عمود وفي نفس المكان كمان عمود اللي هما التلاتة بتوعي، وفي نفس المكان العمود التالت. بقى ده الشكل معي. تمام كده. السطر ده هيكون ثابت، اسمه سطر مقفول. يبقى الشغل بتاعي كله هيكون عبارة عن سطر مفرغ اللي هو فيه السلسلة، وسطر مقفول اللي هو كله عواميد. السطر اللي جاي احنا عملنا المقفول، هنعمل المفرغ، واللي هو هرتفع 3 سلسلة، بقلب الشغل وبدخل في اول غرزة عندي وبشتغل 2 عمود بلفة، ادي واحد، وفي نفس المكان كمان واحد عشان يبقوا التلاتة الاولانيين. المفرغ بروح على طول عاملة سلسلة
بسيب غرزة مقابل للسلسلة واروح للي بعدها واشتغل عمود. عملت عمود هشتغل سلسلة واسيب غرزة مقابل ليها تحت وادخل في اللي بعدها واشتغل عمود. سلسلة عمود سلسلة عمود، وكل سلسلة بسيب تحتها غرزة، منساش ده. سبت غرزة اشتغل في اللي بعدها عمود، سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود، سلسلة اسيب غرزة واشتغل عمود، سلسلة اسيب غرزة. لازم يكون تحت السلسلة غرزة. لو جيت في الاخر هنا وما لقيتش غرزة عمود قبل الفراغ، يبقى انا عندي حاجة غلط في العدد بتاعي. لازم كل سلسلة فوق مقابل ليها غرزة تحت، وكل عمود فوق تحتيه غرزة. اهو اخر سلسلة عندي اخر غرزة عمود، بسيبها طبعا وبنقل للفراغ وبعمل المجموعة بتاعتي اللي هي مكونة من 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، مجموعة الزاوية. خلصت مجموعة الزاوية، لازم اكرر زي اللي في الجنب الاول بالظبط، واللي هم سلسلة واسيب تحتها غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود، سلسلة اسيب تحتها غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود. سلسلة اسيب غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود، سلسلة اسيب غرزة واشتغل عمود، سلسلة اسيب غرزة واشتغل عمود، سلسلة هسيب غرزة وهروح للارتفاع بتوع الـ3 سلسلة وهشتغل فيهم 3 عمود. ادي 1 2 3. يبقى نراجع تاني. السطر اللي فيه الفراغ المفرغ ببتدي 3 عمود، وبعدين سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعدين مجموعة الزاوية الثابتة في كله 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وبرجع تاني عمود سلسلة، وفي آخر واحدة 3 عمود 3 عمود 3 عمود، ومجموعة الزاوية اللي هما 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، دول ثابتين معايا في كل السطور. لكن اللي بيتغير ان مرة بعمل سلسلة عمود ومرة بشتغل عمود على الكل. هنكرر دلوقتي، انا عملت خلاص السطر المفرغ، فدلوقتي هشتغل السطر المقفول واللي هو الثابت معايا 3 سلسلة وجنبهم 2 عمود في نفس الغرزة، وبعدين هشتغل عمود فوق كل غرزة. فوق العمود بشتغل عمود، وفوق السلسلة في الفراغ بشتغل عمود. يعني فوق كل عمود بشتغل فراس وعمود، ولما باجي عند السلسلة بشتغل في الفراغ اللي بين العمودين اللي هو بتاع السلسلة عمود، وانقل العمود اشتغل فوقيه عمود، ما بسيبش ولا غرزة. السلسلة فراغ السلسلة وهشتغل فيه عمود، اروح للعمود اللي بعده وادخل في راسه كده واشتغل عمود، في السلسلة عمود، على العمود عمود، في السلسلة عمود، وعلى العمود عمود. نركز عشان هو ده الشغل بتاعنا على مدار الشال كله، عمود وعلى العمود عمود، في السلسلة عمود، وهنا دول عمودين، هدخل في الأول في راس الأول عمود، في راس التاني عمود، وبعدين هاجي لمجموعة الزاوية اللي هي 2 عمود
تلاتة سلسلة واتنين عمود. خلصتهم، برجع على الباقي، دول اتنين عمود بتوع تحت، بشتغل فوق كل واحد عمود. ادي الاول، بدخل في اللي جنبه واشتغل العمود التاني في السلسلة عمود، على العمود عمود، وفي الفراغ عمود، وعلى العمود عمود، في الفراغ عمود، على العمود عمود، وفي الفراغ عمود، على العمود عمود. معلش لو بكرر عشان ده مهم جدا. وفي الفراغ، وعلى العمود، وفي الفراغ الأخير، وآخر ثلاثة عمود بشتغل على أول اتنين عادي، على كل واحد عمود، وفي آخر واحد اللي هو الارتفاع بدخل فيه وبشتغل ثلاثة عمود بلف. ادي التاني وادي التالت. بقى شال صغنن اهو. ده كده الشكل. بكرر سطر بتاع الفراغ، ثلاثة عمود وبعدين سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما اوصل لهنا. لازم يكون في قبلها غرزة متسابة وفي بعدها غرزة اللي فوقيهم سلسلة، وبرجع وثلاثة عمود، والسطر اللي بعده مقفول، سطر مفرغ وسطر مقفول لحد ما اوصل للمقاس المناسب اللي انا عايزاه. وهرجع لكم تاني هقول لكم المقاس قد ايه، وهنشوف هنكمل ازاي. حابة بس اعتذر على الصوت، هو انا عندي برد فبعتذر جدا. يعني دلوقتي رجعت لكم بعد ما وصلت للمقاس المناسب بالنسبة لي انا. انتي عايزة تكبري عن ده او تصغري عنه براحتك خالص، بتفضلي تشتغلي لحد ما بتوصلي للمقاس اللي يناسبك انتي. هقول لكم ده خد معايا شلتين من الاليزا، كل شلة 100 جرام، يعني ده كده 200 جرام. طبعا الاليزا سكرين. هنشوف دلوقتي مقاسه، انا مطبقاه نصين علشان بس يبقى قريب لينا. طالع معايا 66 وهو نصين، يعني حوالي 130 سنتي تقريبا. 66 في 2 يعني، تمام. والطول بتاعه كده اهو، سبعين سنتي، ماشي كده. انا جيت علشان نكمل اخر جزئية مع بعض، وهنغير اللون. زي ما قلت لكم هو خد مني شلتين من الاليزا بيبي سكريم، شلة 100 جرام، دول اللي فاضوا منها. هاجي نكمل اخر جزء مع بعض. عاملة العمود الاخير عمود سلسلة زي ما كنا شغالين، وادي اخر واحد، وبدخل في الفراغ بشتغل اول سلسلة اول عمود، وكمان تاني عمود، وباجي في تالت عمود. ناخد بالنا بقى من الخطوة دي، بدخل وبطلع من حلقتين ومش بكمل العمود للاخر. وهنا هبتدي اغير للون السكري او الاوف وايت او الابيض او اللون التاني اللي انت عايزة تعمليه عشان نعمل القمر شكل ده. ودول نربطهم ربطة خفيفة لحد بس ما نعملهم بإبرة التنظيف. وهبتدي ارتفع واكمل شغل عادي خالص.
بارتفع 3 سلسلة، وبعدين بدخل في أول غرزة وبشتغل 2 عمود بلفة زي ما كنت بشتغل في البداية، وبعد كده هشتغل عمود فوق كل عمود، يعني هشتغل السطر المقفول بتاعي الطبيعي جدا، مش هغير أي حاجة. أنا بس كل اللي عملته إن أنا غيرت اللون، تمام. الطريقة دي زي ما كنت شغالة بالظبط هكمل. طبعا اللون الفاتح مش بيبقى باين للأسف، اهو كده ما غيرتش اي حاجة، هكمل كده سطور وهرجع لكم لما اخلص. دلوقتي كده انا خلصت الجزء اللي انا عايزة اعمله باللون الاوف وايت. عايزة اقول لكم ان انا الشال الاول اللي كان في الصورة اللي انتوا طلبتوا ان احنا نعمل زيه ده كان بخيط اليزا بيرسيوم او بيركيوم حسب ما انتوا بتنطقوها، كان الخيط سميك، فكنت محتاجة هنا بس 3 سطور، يعني سطر مقفول وسطر مفرغ وسطر مقفول، لكن هنا عشان الخيط رفيع زي ما في الشال ده استخدمنا اليزا سكريم، فالفتلة بتاعته رفيعة، فاحتجت ان انا اعمل اكتر من ال3 سطور وعملت 5. اهم حاجة ان انا ابتدي بواحد مقفول وانتهي بواحد مقفول، تقريبا هو بيكون 5 سنتي المقاس، سواء بقى فتلة تخينة هيعملوا معاكي 3 سطور، فتلة رفيعة هيعملوا معاكي 5 سطور، وبرضو ده بيرجع لذوقك انتي في الشغل، لكن اللي يهمني ان انتي تبتدي بسطر مقفول وتنتهي بسطر مقفول علشان الشكل يكون شبه الكنار كده او الجبير، بيكون شكله شيك جدا. دلوقتي هنكمل ازاي. طبعا كده خلينا نشتغل على دوت علشان يكون اللون واضح. بعد ما نهيت السطر بتاعي كده هنعمل ايه؟ بعد ما نهيت السطر برتفع ب1 سلسلة بس وبقلب الشغل بتاعي، بشتغل في اول غرزة عندي، انا عايزة بس يكون على اللون الكشمير ده عشان يبان كده، اهو كده واضح اكتر. بعد ما عملت 1 سلسلة بدخل في اول غرزة وبشتغل غرزة حشو، بدخل في التانية وبشتغل حشو، باجي في التالتة وبرضو بشتغل حشو، بعد كده برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ده في الخيط الرفيع. في الخيط التخين هترتفعي 3 سلسلة بس. بعد كده باجي اللي هي الغرزة اهي من تحت، بدخل فيها غرزة الحشو وباخد الفتلتين بتوعها كده وبسحب وبطلع بمنزلقة من السلاسل وانقل على الغرزة اللي بعدها واشتغل حشو، هتديني الوردة دي او الدايرة دي. تاني انا اشتغلت 1 حشوة اهي، التانية حشو، طبعا انت تقدري تعملي المسافات اللي انت عايزاها، عايزة تعملي كل 3 غرز، كل 5 غرز، كل 10 غرز، براحتك خالص. في السميك انا كنت عاملاها كل 3 غرز، هنا هنزود عدد الغرز علشان الشكل يبقى حلو، فهخليها كل 5 غرز حشو، يعني في رقم 5 اهي، دي كده رقم 5، هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بعد كده بدخل باخد الفتلة بتاعة غرزة الحشو اللي انا طالعة منها السلاسل، الفتلتين الاماميين كده، وبطلع منهم وبطلع بمنزلقة واروح للي بعدها واشتغل اول واحدة في الحشو الجديد. تاني ادي 1، اللي بعدها التانية حشو، التالتة حشو، الرابعة حشو، الخامسة حشو، بعد كده برتفع 5 سلسلة،
باجي في الغرزة نفسها اللي هي بتاعة الحشو، وباخد الفتلتين الأماميين دول، بطلع منهم وبطلع بمنزلقة من السلاسل اهي. بعد كده بدخل في الغرزة اللي عليها الدور واشتغل حشو. شوف كده بقى شكلها معانا ازاي. انا كده بالنسبة لي المسافات حلوة، انتي طبعا بتعملي المسافات حسب رغبتك. زي ما قلتلك في الخيط الرفيع انا عملنا 5 مع بعض، في الخيط التخين كانت المسافة دي في 3 غرز بس. نكرر كمان مرة. ادي عملت اول واحدة حشو، التانية والتالتة والرابعة، وفي رقم 5 هعمل حشو، وبعدين فوقيهم 5 سلسلة. بعدين باجي في الغرزة بتاعة الحشو نفسها وباخد الفتلتين كده، واطلع من الكل اللي على الإبرة، وبعدين اروح للي عليها الدور دي واشتغل فيها حشو، واكمل بنفس الطريقة على مدار الشال كله، الاطراف كلها. هيدينا شكل حلو قوي في الاخر، وهيبقى منظر زي ما احنا شايفينه في الصورة كده. وبعدين هرجع علشان نكمل باقي الشال مع بعض ونشوف هنعمل ايه كمان. كده انا خلصت الشال ونهيت الخيط وعملته بإبرة التنظيف وكله تمام. ده كده الشكل معانا بعد ما خلص. طبعا اللهم بارك، شكله تحفة جدا، كأنه جبير، منظره رائع. مش عارفة يعني، يا رب يكون باين زي ما هو عندي فعلا، يعني تكونوا شايفينه زي ما انا شايفاه. حقيقي شكله جميل جدا وشيك قوي. دلوقتي هقول لكم كميات الخيط واللي احنا هنكتبها برضو في البداية خالص على الشاشة. هو خد من اللون الكشمير 2 بكرة من الاليزا، من الاليزا سكريم. ولو انت برضو بتشتغلي السكري بالاليزا سكريم فهياخد منك شلة الاطار بالشرشوبة اللي احنا هنعملها، 3 شرشوبة يعني. انما انا اشتغلتها بخيط مختلف، كان 50 جرام اللي هو ده كده الشكل ده، دي البكرة 50 جرام، فالشرشوبة واخدة معايا 25 جرام من الخيط. ده كده بالنسبة للخيط. طبعا ده مش كبير، مش شال كبير، ده شال صغير. هقول لكم المقاس بتاعه برضو. المقاس بتاعه طالع معايا عرض اللي هو بيكون على الاكتاف ده 140، والطول بتاعه اللي هو من اول النص لحد السبعة او السامبوكسة بتاعته 90، يعني ده 90 في 140 سنتي. انت عايزة تكبري او تصغري بتفضلي شغالة لحد ما بتوصلي للطول المناسب. ودلوقتي هنيجي لاخر مرحلة في الشال بتاعنا واللي هي الشرشوبة. هنعمل شرشوبة زي دي. بيميز الشال ده ان الشرشوبة بتاعته كبيرة تخينة، يعني مش طويلة، قصيرة لكنها سميكة جدا، ودي اكتر حاجة بتخلي الشال ده شكله فخم جدا وشكله حلو قوي، ان هي تكون قصيرة مش طويلة قوي، وفي نفس الوقت يعني كده مقلبزة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي النوت دي، انت تقدري تجيبي اي حاجة. دي مقاسها 13 سنتي، ممكن من اول 12 سنتي لحد 15 سنتي هتبقى حلوة. دي 13 سنتي، انتي تقدري تجيبي بقى علبة دواء بنفس المقاس، اي نوت زي دي، اي حاجة يعني. ما عندكيش خالص، هاتي جلدة كراسة وطبقيها على المقاس اللي انتي عايزاه كده يعني، تصرفي. هنعمل ايه؟ بجيب انا الخيط طبعا ده رفيع، والخيط اللي انتي بتشتغلي بيه رفيع، وحتى لو تخين اعمليها فتلتين، يعني واحدة من بره وواحدة من جوه بالشكل ده. هي فتلة من بره وفتلة من قلب البكرة عشان تنجزي عدد، يعني لان هي بنلف كتير الحقيقة، فاشتغلي على فتلتين هيكون افضل. وبنعمل ايه؟ باجي كده الشكل ده، وببدأ الف. ولازم اعد في اللفات بتاعتي
اعد، انا هعمل كام لفة؟ عشان انا هعمل 3 شرشوبة، لازم يكونوا الـ3 قد بعض، مش هتبقى شكلها حلو لو واحدة تخينة واحدة رفيعة. لا، عدي اللفات علشان يطلعوا الـ3 نفس المقاس ونفس الشكل. هفضل الف كده كده. كام بقى يا حلوين في المجوز؟ وانا بشتغل بفتلتين هلف 90 لفة. لو بشتغل على فتلة واحدة هعد 180 لفة. طبعا كتير صح، بس هفضل بقى انا لف كده لحد ما اوصل للعدد بتاعي، وهرجع لكم مرة تانية. انا كده خلصت 90 لفة، وبرغم ان ايدي بتبقى مرتاحة وانا بلف، الا ان برضو الكراسة النوت بتلم تتعوج ازاي، فخلي بالك ان ايدك تكون مرتاحة وانتي بتشتغلي. بعد ما خلصت كده هجيب، فصلت الخيط، هجيب حتة خيط كبيرة كده وهفصلها برضو، وهنا هاجي ادخل كده في جنب منهم. بالشكل ده حطيتها كده، اربطها بس ربطة. عشان لما اشيلها ما تبص معايا ولا يروح ولا يجي. طبعا في المرحلة دي انتي لو عندك بواقي خيوط بتستغليها في الشرشوبة دي كده. طبعا دي مش الربطة الأخيرة خالص، انا بس عاملة كده عشان ما يبص مني ولا يتقع، يعني يلف على بعضه ولا يفك ولا الكلام ده. دلوقتي باجي بالمقص بتاعي وبشد جامد كده، بفردها بالشكل ده عشان اربطها حلو بقى، لان الربطة اللي احنا ربطناها دي مش ربطة خالص. بعكس الخيوط كده وابدأ اربط بقى جامد جدا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هجيب الخيط بتاعي تاني، المجوز ده من البقرة. هعمل ايه بقى؟ هخلي اللي انا ربطهم دول فوق بالشكل ده كده، وهاجي اعمل بطول الشرشوبة بتاعتي واعمل كده 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 بقى. اشد بقى بعد ما خلاص حددت المسافة بتاعتي، اشد وعد برضو اللفات دي. بعد انا تقريبا عملت 3 4 5 6 7. عملت 20 لفة. ليه بعد؟ عشان برضو المفروض ان انا بعمل الـ3 بنفس عدد اللفات. كده انا ما بحبش اربطها، ممكن تربطي دي مع دي، الطرف الاولاني اللي انت ابتديتي بيه، بس انا بصراحة مش بحب اربطها، لكن هنعمل ده مجازا يعني، وهقول لكم انا بحب اعملها ازاي. كده كمان ربطة وده هنهي كده. انا بقى بعملها ازاي؟ بيكون هو طرف واحد وبمسك كده وانا بلف، بعمل لفتين او 3 بالشكل ده، وبدخل الخيط كده وبسحبه وبشطبه بإبرة التنظيف، بيكون شكله افضل من الربطات، بس مش مشكلة يعني، مش شكلها مش هيكون سيء قوي زي ما احنا شايفين، مش باينة اصلا.
ممكن برضو إبرة التنظيف ندخلها جوه الجزء ده بس. ودلوقتي هنعمل كده وهقص علشان أساوي الأطراف دي. معقولة. طبعا بنجهز 3 من الشرشوبة بتاعتي بالشكل ده، وهنركب واحدة مع بعض. هجيب الشال بتاعي، طبعا هركب واحدة في الطرف الأول من هنا، والطرف الثاني، والزاوية بتاعة السبعة اللي في النص. بجيب الشرشوبة بتاعتي كده، بدخلها في الغرز اللي انا هثبت فيها وبربطها. بالشكل ده، وبإبرة التنظيف هدخل الجزء ده جوه الشرشوبة بتاعتي بس كده. كده انا ركبتها اهو بالشكل ده خلاص، ونضفتها كمان بنفس الطريقة. بنركب الاتنين التانيين اللي في الزوايا هنا وهنا. بس انا ركبت كده الاتنين التانيين، وبكده يكون الشال بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك. ولو في اي سؤال اكتبهولي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد وابداع جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.